يا جماعه في ايه؟ اخوانا ايه الزحمه دي؟ الشارع واقف، عايزين نمشي. بيقول لك لقوا قنبله من حبه كده وبيحاولوا يوقفوها. هيفكوها على جنب عشان الشارع يمشي. ها؟ دارك يا باشا، وسع اخواننا. انزل لي يا ابني كراسي هنا بسرعه للبهوات. ايوه يا باشا، اتفضل يا حاج. اتفضل اقعد كده عشان تتفرج وانت مرتاح. باشا يحب يقعد قدام؟ اه يا ريت والنبي. الصلاة على النبي كده قدام بتلاتة جنيه وورا بجنيه ونص. ليه يا عم الحاج؟ ده انا لسه حاضر اول امبارح قنبله المرغني وقعد صف اول ودفع جنيه ونص بس. يا باشا بقول لك ايه يا باشا، احنا مش كل يوم ربنا يرزقنا بقنبله الله يرضى عليك. عايزين ناكل عيش. اوعى منها، وبعدين لو مش عاجبك يا كبير ممكن تروح تتفرج عليها على اليوتيوب وتعيش مع البافرنج بقى. ايوه يا ابني. يا باشا رضا انت لسه هتعد. ايوه الباشا هنا. باشا تي وفرج تي. انتوا مين دول؟ يا ابني عايز اروح. يا ابني مشونا الطريق، عايزين نروح اشغلنا واقفه. يا عم خلاص براحتك. حد عايز حاجه تانية يا باشوات؟ حاجه ساقعه. حاجه ساقعه. جنزبيل. جنزبيل بالقرفه؟ قرفه. ليمون والنبي يا برنس. فكتير ولا ايه؟ لسه اول خمس دقايق. شكلها معربه قوي النهارده. بقول لك ايه؟ هو الليله دي هتخلص على امتى؟ انا مراتي والعيال خليله في العربيه. باشمهندس ندى وصلي على النبي، عايزين نعرف نتفرج. شاري الباشا. تسلم. يلا فكرونا كده يا اخوانا مين طلب ايه؟ بس الفرجه كده ما تلزش. انا لسه شايف واحده امبارح على اول شارع السك، انما ايه؟ نار. يجري السلكه كده تجي له كده. اما هي تجي له كده هو يجي لها كده. السلكه الحمراء. انما ده اي كلام. السلكه الحمراء. اعملها بقى. اعملها. اهي جنبك اهي. الحمراء. يا راجل. بترجع ورا ليه؟ انا كنت حاسس انه خلاص. اهدى يا كابتن، المسألة مش قلبة قومة، لازم تديله برضه وقت في التفكير. يا عم يفكر ايه بس؟ يفكر ايه؟ ما هي سهلة وبسيطة اهي. اهي ايه بس؟ السلام عليكم. انتوا ما حضرتوش التمرينات وايامها. انت تسمع عن السلموني؟ السلموني مين؟ السلموني ده الناس كانت بتجيله من محافظات مصر كلها ايام العز. انا مرة حضرت له قنبلة في اسكندرية. سلام عليك. فكها كده برجله. يا سلام. زي ما بقول لك كده والله. ست غلابه ما حضرتوش التمرينات. ست العميد السلموني، مقدم حسن نيافة، ست الرائد احمد ابو حشيش. الله يرحمهم بقى ويحسنهم. حساب الطلبات يا بهوات لو سمحت. يا عم اصبر شويه، فاضل دقيقتين. لا يا صاحبي بقول لك ايه، كل مره الناس تمشي يابا والدنيا تولع ومحدش بيحاسبها. يلا بقى الصفرة بقى، السكه الصفرة. انا قلت الحمرا من الاول ما حد سمع كلامي. لا 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 يا راجل، ده لعب عيال. عارف قنبله المرغني برقبتها؟ بقول لكم يا جدعان، في قنبله دلوقتي عند شارع السكه. بتهزر؟ والله العظيم الخبر على الفيس اهو. طب يلا بسرعه نلحق القنبله من اولها. بقول انت رايح فين؟ بقول لك ايه، انت امك واخواتك وحصلوني على شارع السكه. جري جري يا ابني، بسرعه يلا بسرعه لم عشان نلحق. يلا يا ابني.